واحد بيتكلم عن مدى السماح للمرأة للتعليم في الكنائس أو حتى قيادة، يقول إيه؟ يقودنا الصلاة وليس هذا، لا يصرح المرأة إنها تقود الصلاة في الكنائس، لكن التعليم مصرح لها في حدود معينة. يعني ممكن تعلم أطفال، ممكن تعلم في اجتماع، لكن لا تقف في كنيسة على منبر التعليم، يعني على المنجلية وتعلم. أظن ده كلام يعني آخر تسامح. الناس يعني عندهم الحرية الكافية انهم يتكلموا عني ايضا، يعني اللي فاتوا دول بعضهم قال انت بتقول وانت بتقول للاخر، فواحد تاني عامل تعليق على ويقول لي في القصة الاولى اللي انت كتبتها حدث في تلك الليلة، هي واحدة بنت في كتاب ثلاث قصص سادفة، ان الذي يدخل مدينة الخدام يكون خادما او يعمل خدمات اخرى خارج الكنيسة ليس بشرط ان يكون خادما في الكنيسة، فانا لست خادمة ولا اعمل خدمات خارج الكنيسة، فماذا يكون مصيري؟ ممكن مصيرك تخش ملكوت السماوات لكن ما تخشيش مدينة الخدام، لأن عنوانها كده الخدام. كما لو إن فيك محبة عمومية للناس لازم هتخدم الناس بروح الحب مش بالطريقة الرسمية إنك خادمة أو مش خادمة. لكن كون انك انت ما عندكش حب في انك تقدمي خدمة لأي أحد من الناس، بصراحة دي عيب لا يليق، لأن الإنسان اللي عنده حب طبيعي للناس لابد أن يخدم ولو بطريقة غير مباشرة. يعني كل من يطلب منه معونة يعينه، أو الإنسان الذي يرى أنه محتاج لمعونة يعينه، لأن السيد المسيح قال للي ما دخلوش كنت جوعان فلم تطعموني، كنت عطشانا، ما قال لهمش كنت خدام ولا مش خدام، لكن مجرد أنهم لم يطعموا جوعان ولم يدخل عطشانا مسكها عيب عليهم وقال لهم ما تخشوش الملكوت عموما. يعني فأرجوك بجوار حياتك الروحية القوية انك انت يكون عندك الحب الذي يكون مستعدا لتقديم اي معونة لأي انسان يعرف عنه.